يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب شلونكم؟ إن شاء الله تعالى بخير. طبعا محاضرات استكمال محاضرات البايو أو البايو كيمستري، يعني اليوم محاضرة الأمينو أسيد. إن شاء الله أحاول أسوي هاي المحاضرة والمحاضرة الثانية على جزئين. وأولا أعتذر على التأخير، بس والله الظروف تعذرون. اول شيء استكمال، احنا اخذنا بالمحاضرات السابقه واحد من البايو موليكيول اللي هي الكربوهيدرات وفصلنا بها. هسه راح نجي ناخذ الامينو اسيد والبيبتايد. طبعا انتم لابد عندكم كم فكره عن الامينو اسيد وتركيبه وكذا، ولكن احنا راح نستطرد به. فاول شيء يقول الامينو اسيد كونستيتوينتس يشكل البيلدينج بلوك اوف بروتين، هذا الشيء طبيعي ومعروف. اند ار بريكورسر، يقول لك ممكن تكون بريكورسر او فتشي ماده حتى نبني من عندها بالبايو سينثيسيس وفي نيومرس نانو بروتين، يعني حتى ممكن تدخل بالنانو بروتين، مثل يعني مثال عليها النيتروجين كونتيننج كومباوند انكلودينج الهيم البيورينز البيرميدينز. للأمانة أظن يعني المقصود هنا المركبات اللي بها البيرميدين أو البيورين أو الهيم، أو يعني إذا هي نفسها بعد الله أعلم، لأن هي نعرفها هيتيرو سايكلينج تكون. and neurotransmitter، neurotransmitters اللي هي النواقل العصبية، مثال عليها الجلايسين هو inhibitory neurotransmitter، والجلوتاميت أو الجلوتاميك أسيد هو هم هذا يكون excitatory أو يسوي excitation. وطبعا هاي الاستركتورات مالتين، لكن هسه احنا ناخذ استركتور بالتفصيل. يقول all peptide، شنو معنى peptide، شنو معنى بولي peptide؟ للآن أريدك تعرف انه هي عبارة عن بوليمر من هذا الأمينو أسيد، يعني متكون مثلا نقول بيبتايد متكون امينو اسيد مرتبط بامينو اسيد مرتبط بامينو اسيد، لكن هم راح ناخذها ار بوليمر اوف الفا امينو اسيد. زين هسه احنا اخذنا مصطلح الفا، ذير ار 20 الفا امينو اسيد ذات ار ريليفنت تو ميك اب اوف ماميليان بروتينز. زين للان احنا البروتينات اللي احنا كثدييات يعني كماميليانز اللي نستخدمها هن 20 بروتين. شنو معنى الفا؟ معنى الفا انه هذه الكاربوكسيل جروب مال الامينو اسيد، والامينو جروب مرتبطات بكربون هو اللي يسموه الكربون الفا، فلهذا صار اسمه الفا امينو اسيد. يعني احنا عندنا بيتا عندنا جاما، يعني مثلا اذا كربون هنا مرتبطه بالكاربوكسيل جروب مثلا يصير بيتا، مجرد يعني ترقيمات. وهذه هي عباره عن السايد تشين، هاي السايد تشين هي يعني سبيسيفيك لكل امينو اسيد، مثلا تلقى مجموعه مثيل بكحول الى اخره. Several other amino acids are found in the body free or in combined state, يعني not associated with peptide or proteins. وإحنا ممكن تكون إما مرتبطات كبيبتايد أو كبروتين السوي اللي أصلاً يعني حياتي الأساسية لحياتي، أو تكون free. مثلاً أخذنا النيوروترانسميتر مثل الجلايسين والجلوتاميت. زين. Each amino acid has amino group and carboxyl group. وضحناها. Joined by a single carbon atom. حلو. In addition, each amino acid has a characteristic side chain, R اللي قلت لك عليها, often called the R group as shown in figure. زين. الأمينو أسيد chain, هاي ال R, وهذا طبعا هم figure توضيحي للي وضحتها لك, هاي ال R تختلف عن أمينو أسيد من الثاني, إما بالسايز مالتها, كم أكو كربون, بالشيب مالتها, بالبولاريتي, أكو بولر, أكو نون بولر, أكو شو اسمه يكون charged, إذا كان أسيد أو بيس, الى اخره. يقول at physiological pH اللي هو اللي مالتنا يعني بالدم مثلا من 7 الى 7.4 both the carboxyl and amino group are charged. شنو معنى charged؟ احنا نعرف انه الكاربوكسيل جروب يفقد هيدروجين وبالتالي يكتسب شحنه سالبه، والامينو جروب لان هي بيس خلينا نقول يعني يشبهها بالبيس راح تكتسب الهيدروجين او البروتون، وبالتالي شو تصير؟ تصير NH3 لان هي بالاصل NH2 وهذه بالاصل COOH، بس لان راحت ال H فش راح تصير COO minus. هاي وين؟ هاي بالفيسيولوجيكال pH. ليش؟ لان كل pH اخلي هاي الجروب وحده راح تكتسب بروتون وحده راح تفقد بروتون. فانت تعرف يعني اسيد وبيس، الاسيد يعني يفقد بروتون من يكون الميديوم الكالين او بالبي اتش العالي، وتعرف انه ياب البيس من تكون البي اتش مال التناصي مال المحلول اسيدك راح تاخذ بروتون. تمام، وصلنا لهذا السلايد. يقول امينو اسيد هاف تو بوسيبل ستيريو كيميكال كونفيجريشن، الدي والال. هسه جايك شنو الدي والال؟ بس هو ستيريو كيميكال او ستيرو ايزومر. زين، اللي عندنا بأجسامنا بالبيولوجيكال سيستم أو بالبروتين مال أجسامنا هو الـ L،
So يقول all amino acids are the form that are found in the biological proteins. الدي أمينو أسيد هي موجودة بس وين موجودة؟ برير بروتين. مثال عليها موجود بالبكتيريا السيل وول بولي بيبتايد. احنا أخذنا قلنا السيل وول مال البكتيريا يتكون من بيبتايد وغلايكان. غلايكان شكر ما لنا شغل بيه. البيبتايد اللي هو البروتين مالتنا where they are thought to be protect against protease digestion. حلو انه تحمي ضد شو اسمه انزيم البروتيز ضد الدايجستشن مالته. تمام هسه اخذنا احنا مصطلح انه عندنا دي وال بروتين. خلي اخذك للدي والال بروتين. زين اول شيء احنا نعرف الالفا كربون. هذا الكربون اللي هو احنا نعرف انه الالفا كربون اللي هو هذا راح يكون كايرال سنتر. زين كايرال سنتر لذلك راح يصير عندي ايزومرات من هذا الامينو اسيد. فعندي ال او دي فشي يقول all chiral center أو chiral center has four different functional group. هاي نعرفها all naturally occurring alpha amino except for glycine are chiral and that all stereoisomer. حلو ما عدا الجلايسين السايد تشين ما تكون H فلذلك راح يرتبط الالفا كربون باثنين H فما راح يصير عندي chiral. The stereochemical reference of amino acid is the Fischer projection of L-serine. زين أول شيء Fischer projection أنا قال لك شارحة بالكربوهيدرات. تمام عندنا نوعين من ال بس خليها اي عندنا نوعين من الامينو اسيد اللي هي اما ال او دي يعتمد عليه من يعتمد على الامينو جروب. من يسوي هذا الترتيب مالته؟ هذا سي او 2 معناها سي دبل بوند او وهنا اكو او. زين هذا من يسوي هيش ترتيب وصير الامينو جروب على اليسار فهو ال ال معناها يسار الدي لليمين اللي موجوده باسمها هو الال. يعني مثلا على هنا قال لك الالانين السيرين السيستين الى اخره وهذا حاط الجلسرول هذا شو مثل الريفرنس او كذا يعني يقول لك يشبه الكذا او هيك شيء. زين شنو هذا الار والاس؟ هذا الار والاس ما ارد ادخلك بيها لان شلون يصير روتيشن مالته والاتش تخلي لي يعني للخلف وهذا بس ما ارد ادخلك بيها. زين تمام هذا السلايد. تمام بالنسبة لهذا السلايد احنا قبل لا ندخل بالبي اتش ديبندنت بروبرتيز بس اريد اوضح لك اللي وضحته بالسيل وول انه قلنا اكو دي امينو اسيد فيقول دي امينو اسيد ار فاوند ان ا فيو سمول بيبتايد انكلودينج سم بيبتايد اوف بكتيريال سيل وول اند سيرتن انتيبايتيك مثل البنسلين. زين هنا شوف هذا الدي الانين والدي الجلوتاميك اسيد هو هذا نوع من الامينو اسيد بس يكون بالدي. طبعا انا يعني اظن وضحت هاي الشغله انه ال اللي هو بجس اجسامنا هو يكون ال والفا وعندنا 20 امينو اسيد بينما الدي يعني موجود مثال عليها بالبكتيريا سيل. زين البي اتش ديبندنت بروبرتيز طبعا بس اريد احنا نعرف بالكاربوكسيل جروب والامينو جروب هذني يعني مجموعات يعني هذا بيسك الامينو جروب وهاي اسيدك. فانت من قاعد تلعب بالبي اتش لازم اكو وحده تتاين وحده ما تتاين فلازم بي اكو بروبرتيز. زين شي يقول الزويتر ايونيك ستراكشر كونتين بوث ان اتش بوزيتيف والسي او او ماينس. زين ات لو بي اتش السي او. زين حتى قبل لا هاي امور اريد اوضحها بصوره يعني مفصله. اول شيء عوف العباره الاولى يقول ات لو بي اتش. لو بي اتش يعني حامضي. هذا السي او او لازم شي تكون بروتينيتد يعني شي تكون بيها اتش. وات هاير بي اتش هاي بالامينو اسيد قاعد نحكي وات هاير بي اتش من تكون الوسط قاعدي الان هي مو احنا رسمناها ان اتش 3 وتكون موجبه بس من يصير الوسط قاعدي لا راح ترجع ان اتش 2 لان الوسط قاعدي. هنا تمام بدي اوضح لك في المصطلح الزويتر ايون. الزويتر ايون عبارة عن ايون لا هو كت ايون ولا هو ان ايون يعني لا هو مجموعة سالبة ويتفاعل الموجب ولا هو موجب. الزويتر ايون باثنين فانكشنال جروب والحلو بالامينو اسيد هو اصلا باثنين فانكشنال جروب. واحدة ممكن تكون سالبة مثل الكاربوكسيل واحدة تكون موجبة مثل الامين. زين من تكون عدد الجروبات السالبة مساوي لعدد الجروبات الموجبة هنا راح اسميه الزويتر ايون. فهذا الزويتر ايون يعني مثلا اذا اريد نرسم هذا الالفا الكربون او الالفا كربون هذا السي او او هذا تكون ماينس وهنا ال ان اتش 3 تكون
بوزيتيف، فهنا شنو ساوت عندي الماينس والبوزيتيف، فالنت شارج، النت شارج معناه شنو الشحنه مال مولكيول ككل مال امينو اسيد شو تصير، تصير زيرو، لا هو ناحيه السالب ولا هو ناحيه الموجب، فهذا هو الزويتر ايون. زين هذا البي اتش اللي تتعادل بالشحنه السالبه والشحنه الموجبه اسميه الايزو الكتريك، ايزو معناه متساوي، الكتريك كهربائي، ايزو الكتريك بي اتش. الايزو الكتريك بي اتش كل امينو اسيد يختلف، يعني امينو اسيد بي السايد تشين او الار جروب مات ببعد كاربوكسيل او ببعد ان اتش 3، فهذا راح يعقد الامور، او لا اكو امينو اسيد عادي، فلذلك الامينو اسيد عادي اخو العادي هو تقريبا نفس الايزو الكتريك بي اتش، بس اكو لا يختلف. زين ان شاء الله تكون واضحه. هذا شرحنا الكيرالتي مال الامينو اسيد، وقلنا اكو عندي نوعين الال والال والار. جيد زين، بما انه انا عندي اثنين ستيرو ايزومر فطبيعي يصير الان انشومرز اوف الانين، since they are non superimposable mirror image of each other the two form represent a class of stereo isomer اللي هو called الان انشومرز. هذا اللي طبعا هذا المولكيول اللي هو الال الانين بس تقول بالميرور ايمج ما تدي، ليش دي؟ لان الان اتش 3 ما صارت على اليمين، والان انشومر يعني طبيعي مثل الكربوهيدرات عندنا الدي جلوكوز والال جلوكوز يعتمد على الاو اتش، طبيعي كل شيء. وهذا أهم كذلك الفنل ألانين هم يقول لك هذا بما أنه على اليسار فهذا أو بما أنه هذا على اليمين فهذا، هو طبعا ميرور إيميج يعني هذا نفسه هو جابه بس شون الكارل سنتر تقلبه أنه هو يعني ميرور إيميج مات. تمام. The classification based on essentiality. زين هاي الأمينو أسيد بها classification، أول شيء يصنفوها essential و non-essential amino acid. يقول all the 20 type اللي هو 20 type of amino acid are required for protein synthesis. ما عندنا بها اختلاف، هاي العشرين نوع انا احتاج على مود اسوي بروتين، لكن وين اللي يصير؟ this amino acid can be derived from digesting dietary protein من البروتين اللي ناكله and absorbing their constituent، ويصير بها تحلل الامينو اسيد ويصير بها امتصاص. alternatively او ممكن by synthesizing them. حلو، يعني واحد ما اقدر اصنعه اني او اخذه بس من الدايت مالتي، واحد لا اقدر اصنعه، فلهذا صار تقسيمه essential non essential. essential اللي هو اصلا يعني ما اقدر اصنعهم فلذلك لازم اخذهم من الدايت، non essential لا اقدر اصنعه. فيقول there are 10 amino acid، طبعا هو مكتوب 10 وبالمخطط يعني او بهذا الفيجر هن 8 واكو بعض المصادر تقول 9، يعني ليش انه حتى المهم انه انت امشي 8، يعني الدكتور اظن قالت انه هاي 8 فليش مكتوب 10، فانت اظن تروح على 8. there are يعني قلنا هذا cannot be synthesized in a human، ما نقدر نصنعها، and must be provided by the dietary sources. حلو، these are called the essential amino acid. بس اكو واحد يسموه semi essential الارجينين، انا احتاجه من اصير عندي growth او للpositive nitrogen balance، يعني arginine هو non essential بس بهذا الgrowth انه انا احتاجه يكون essential. فعندي essential هي الهستيدين، الايسولوسين، الايزولوسين، اللوسين، الميثيونين، الفنل الانين، الثريونين، والتريبتوفان، والفالين، وهي كل وحده ولها ستراكشر خاص وحفظ مولانا. النون essential اللي هي الالانين، الارجينين، اسبارجين، اسبارتيت، السيستين، او هنا المفروض السيستين مو السيستين، الجلوتاميك اسيد، الجلايسين، الاورثينين، الأورنثين، البرولين أو البرولين، والسيرين والتيروسين، هذه هي تكون نان إسنشال. زين هاي حفظ يعني مولانا على الغف حتى تعرف يا الإسنشال يا هو نان إسنشال. بعض المصادر تقول بالإسنشال هو اللايسين يعني يصير ضمن الإسنشال، لكن الحاصل. زين التيتراهيدرا هذا هو شنو؟ هو الشكل الألفا كربون. إحنا أخذنا خلنا نقرأها وبعدين أوضح لك. يقول تيتراهيدرال arrangement of، طبعا تعذروني على هذا لان للامانه ساعه يعني الوقت متاخر واليوم كان متعب فيعني تعذروني مقدمه. التيتراهيدرال arrangement of bonding orbital around the alpha carbon، نحكي هنا على الالفا كربون، for all the common amino acid except الجلايسين لان قلنا بها اتشات 2 ذا، يعني تقريبا هي لا يعني حتى اظن الجلايسين لا مرتبط ب 2 اتش ممكن يكون يعني تيتراهيدرال. شنو التيتراهيدرال جايك؟ The alpha carbon is bound to four different groups اللي هي carboxyl amino والR group والH atom. The alpha carbon is therefore a chiral center. حلو.
It's four different group can occupy two unique special أو هيشي arrangement. زين حسب فهمي إنه بما إنه الألفا كربون هو الهايبريدايزيشن مالتها sp3، لذلك الشكل مالتها راح يأخذ التيتراهيدرال، لأن يعني مرتبطة بثلاثة لا بها دبل بوند لا بها كذا. التيتراهيدرال هو الشكل مالتها والزوايا بينها هي 109.5. يعني بس هذا أظن توضيح هذا السلايد، يعني مو إنه فتشي ترسمه وكذا، فقط توضيح الشكل الألفا كربون. زين الأمينو أسيد كلاسيفيكيشن، هذا الكلاسيفيكيشن اعتمادا على السايد تشين أو الآر جروب، هي شنو؟ هيدروفيليك، هيدروفوبيك، بولار، نون بولار، أروماتيك، نون أروماتيك، يحتوي على هيتيروسايكل إلى آخره. فشي يقول the amino acid can be classified as hydrophobic or hydrophilic depending on ease with each with which their side chain interact with water. هذا ال R side chain يعني هي polar تتفاعل ويا المي لو non polar مثل بنزين، بنزين أصلا ما يتفاعل ويا المي in general أو يذوب أصلا بالمي. in general protein fold، البروتين يتكون من أعداد هائلة من الأمينو أسيد. إذا بيان بولر لا، النون بولر ايش راح يصير؟ هاي الأمينو أسيد راح يصير بها فولدنج، تكون للداخل، with hydrophobic side chain are in the interior، تكون بالداخل of the molecule مال البروتين. البروتين ترى شيء كبير ومعقد يعني، where they are protected from water. زين while those with hydrophilic اللي عادي محب للماء الشين مالتها هون تكون إلى الخارج side chain، يعني مثلا هذا الأمينو أسيد side chain مثلا ببنزين كل جوه، هذا السايد تشين مالته مثلا يكون بكربوكسيك اسيد يحب الماء يكون ايبر. بالنسبه لهذا الكلاسيفيكيشن يعني اقول لك تعوفه، لان راح هسه انا اجيك هنا واحد واحد. هذا بالنسبه للكلاسيفيكيشن مال الامينو اسيد. اول شيء عندي خلينا نبدا بها نون بولر واليفاتيك طبعا، وانت تعرف يعني مثلا الجلايسين هو بها اتش، الالانين مثل طبعا نون بولر، الفالين هم نون بولر، واللوسين والايزولوسين والبرولين هذين يعني طبعا نون بولر. زين المجموعه الثانيه هو الاروماتيك سايد تشين، بس بالنسبه انه هذا انه الاتش نون بولر وكذا، هو حتى لو الاتش مثلا يعني مثلا لازم شلون يصنفوا النون بولر، او يعني وين يخليه؟ لا هو مثلا تشارج، لا هو اروماتيك، لا هو يعني، فهو الاتش يعني ممكن مثلا يتفاعل ويا ماي الاتش، بس يعني تخليكوا هذا الكلاسيفيكيشن. زين الاروماتيك سايد تشين ايش عندك؟ عندك الفنل الانين، من اسمه الانين هو مرتبط بالفنل، يعني هذا الانين اذا نقول هذا الفنل الانين ببنزين يعني رينج، التايروسين بفينول، والتريبتوفان بالاندول اللي اخذناها بالثانيه، عفوا بالاندول اللي اخذناها بالثانيه، هذا اروماتيك. زين البولر بس يكون ان تشارج. زين شنو بولر؟ بولر يتفاعل مثال الكحول، كحول هو مو شو اسمه تشارج بس هم بولر، يعني كحول يذوب بالماء هذا إيثانول، هو طبعا كلنا نستخدمه بالماء. فهنا مثال عليها السيرين والثريون، هذه الاستكشارات كلها حفظ ما بيها نقاش، والثريونين والسيستين اللي بيها السلفاهايدريل، يعني ممكن يقول لك انها بولر هاي جروب. زين الميثيونين هي يعني حسب هذا التصنيف بولر، اكو صنفون بولر اسهل حاصل انت مو شغلك يعني انت، هنا خليك اذا تريد بالمنزل عقل. هذا يهم بها السلفر، الأسباراجيم والجلوتامين. بس أريد أوضح لك شغلة حتى تسهل عليك الحفظ. الأسباراجين والجلوتامين هي تشبه الأسبارتيك أسيد والجلوتاميك أسيد، فقط أنه تتبدل هذا الـ NH2 وهذا الـ NH بOH، بحيث يصير أسيد. فهنا صارت بها مثل خلينا نقول أمايد، يعني أو عفواً هي مو أمايد وإنما تقريباً أظنهم أمايد. فأنت شنو؟ حتى شنو السهل عليك؟ يعني الاسبارتيك اسيد هو اخو الاسبارجين، بس الاو اتش هنا تنشال، كانت او اتش صارت وياها بمكانها ان اتش 2، وهم الجلوتاميك اسيد نفسه بس صارت بداله ان اتش 2. هسه اشوف يا لك هذا الاسيديك امينو اسيد، ليش اسيديك؟ لان تحتوي على كاربوكسيل جروب، قلت لك نفس الجلوتامين بس فقط بدل هاي الاو هذا تحط ان اتش 2. وهنا هم الاسبارتيت، اسبارتيت جلوتاميت هو اظن يقصد به سولت مات، يعني هو مفروض يكون اسيديك جروب بس هذا سولت مات، يعني او يعني لين صار بايونايزيشن فهيك مسمي اسبارتيت والجلوتاميت. زين عند البيسك امينو اسيد اللي تحتوي على امين جروب بالسايد تشين كذلك، لان هاي الامين جروب راح تكتسب شو اسمه تكتسب بروتون، فهم تصير تشارج، هاي تكون بوزيتيفلي، اما الاسيديك تكون نيجاتيفلي تشارج. مثال عليها اللايسين، الارجينين، الهيستيدين، هذا الهيستيدين ب
هو الهستيدين اللي عفوا الاميدازول مالتنا مال الثانيه. وهذا الارجينين تشوف هاي الان اتش شلون مكتسبش احنا، وهذا الان اتش مكتسبش احنا، وهذا الان اتش مال الاميدازول شلون مكتسبش احنا. فلذلك هو سموه charged، وهذا يكون positively charged. اما الاسيديك لان هم مكتسبش احنا وتكون سالبه فهذا يكون negatively charged. فهذا الكلاسيفيكيشن مال امينو اسيد والاستركتشرات طبعا للحفظ. هذا يعني الي خلينا نقول يعني حاطه بالمحاضره حتى شلون احنا شفته كذا زين. ايش راح يقول ايش اوف؟ طبعا كلام هم راح وين راح تقريبا هم مثل عيده. ايش اوف ذا 20 الفا امينو اسيد فاوند ان بروتين كان بي ديستينجويش باي ذا ار جروب طبعا اون ذا الفا كاربون تو برود كلاسز اما هيدروفيليك او هيدروفوبيك. ذا هيدروفوبيك امينو اسيد ريسايد بريدومينتلي ان ذا انتيرير اوف ذا بروتين قلناها زين. ذس كلاس او كلاس اوف امينو اسيد داز نوت ايونايز نور بارتيسيبيت ان ذا فورميشن اوف اتش بوند. حلو ما يسوي اتش بوند. اما الهيدروفيليك يعني هو بروتين قلت لك كومبلكس ستراكشر مثل ذا اللي يسوي هيدروجين بوندينج عمود يصير ذائب بالماء. The hydrophilic amino acid tend to interact with aqueous environment are often involved in involved in the formation of H bond or hydrogen bond and are predominantly found in the exterior surface of protein or in the reactive center of the enzyme. حلو لأن تذوب بالماء أو تتفاعل بالماء. These side chain are non-polar and hydrophobic. يقصد عليها الألانين والفارين واللوسين والأيزولوسين هاي اختصاراتهم. Tend to cluster together within the protein. يعني يصير بيها شلون كلستر تتجمع. يعني هي أصلاً non-polar فهي تكره الماء hydrophobic. لذلك راح يصير بيها تجمع أو كلستر. Stabilizing the protein structure via the hydrophobic interaction. مثال عليها مثلاً van der Waals. يعني هي تتراوط بيناتها ويسوي stabilization للبروتين. يعني حلو ضربة وعصفورين بحجر. زين. Modified amino acid. طبعاً هاي أحد الزملاء فصل بيها. زين. إحنا هناك أخذنا amino acid هو شلون نقول خام. اذا مثلا اسوي له موديفيكيشن اضيف له او اتش جروب اضيف له ان جروب اضيف له يعني اي جروب انا اريدها مثال عليها. اول شيء خل اخذ لان هي الدكتوره ركزت على بعض المهم بس راح اشرح لها كل اللي امانه ما اتذكر انه على شنو ركزت الدكتوره. اول شيء الداي سلفيد بوند فورميشن زين. احنا نعرف السيستين يتكون ب اس اتش بالسايد تشين مالته. فمن اجمع سيستين وسيستين هنا اس هذا السيستين SH والRSH من راح اسوي لها اوكسيديشن او يعني هو اوكسيديشن يسموه راح يعطيني شنو؟ راح يعطيني مركب اسمه السيستين. فناش راح يقول لك تو سيستين يصير بها اوكسيديشن. طبعا هاي للتوضيح هذا سيستين وهذا سيستين صار بها اوكسيديشن بيش ارتبطت بالدايسلفايد. دايسلفايد معناه اثنين سلفر يعني اثنين كبريت الدايسلفايد بوند فسوالي السيستين زين. هذا اول موديفيكيشن صار عليه من على الامينو اسيد. ثاني نبدي من يعني بدينا من الاسفل خلينا نكمل. الكاربوكسيليشن مثلا اضيف مجموعه كاربوكسيل مثلا على الجلوتاميك اسيد يقول لك كاربوكسيل جروب ادد تو ذا ار جروب جيد. هيدروكسيليشن اضيف هيدروكسيل جروب مثل البرولين واللايسين حلو. الاوغلايكوسيليشن والانغلايكوسيليشن اذا تتذكر بالكربوهيدرات قلنا راح نضيف مجموعه يعني شجر فاما يرتبط بالاوغلايكوسايد لينك والانغلايكوسايد. الاوغلايكوسايد قلت لك بالسيرين والثريونين والان هو بالاسباراجين زين. فوسفوريليشن هي اضافه مجموعه فوسفات اللي هي PO4 مثال عليها يقول لك المهم للامينو اسيد اللي مجموعه مالته بها او اتش زين. مثل شنو او اتش؟ مثل السيرين الثريونين التيروسين يعني قلنا بي فينول. فهنا نبغى ايش راح يصير؟ RO PO3 زين اللي هو هذا يعني من تقولها يعني هي PO4 يعني حاصل بس هي RO PO3 اللي هي ال شو اسمه الفوسفيت جروب او كذا. هذا بالنسبه للموديفيكيشن. الهيستيدين يعني هنا حاكي لك على الهيستيدين كونتين ان ميدازول رينج ذات از بارشلي بروتينيتد ان النيوترال سوليوشن جيد. اونلي ذا بيريدين لايك doubly bonded nitrogen in the histidine is basic. The viral like singly bonded nitrogen is non-basic because its lone pair of electrons is part of the 6 pi electron aromatic imidazole. زين هنا ايش يقول؟ يقول الهيستيدين يحتوي على الاميدازول. واحد من النيتروجين من الاميدازول راح يصير بها بروتينيشن زين. يا هي اللي يصير بها بروتينيشن. احنا نتذكر او لا تتذكر قلنا البايرول البايرول اللي هو بها هذا الان فقط الان ما تتفاعل مالته ليش؟ لان راح تخرب لي الاروماتيرين. هي مشتركه بالاروماتيرين مال رينج.
فيسموها النون بيسك او البايرول لايك، بينما الان اللي شنو بها دبل بوند لا مثل البريدين، البريدين كان بيسك، فيقول لك هذه الان هي اللي تتفاعل وتسوي لي بيس اللي تنطي الهيستيدين مالت الخصائص اللي هو يكون بوزيتيفلي تشارج او يكون بيسك امينو اسيد. هاي تقريبا بالنسبه للهيستيدين. زين الاسيد بيس بروبرتيز اوف امينو اسيد. هسه حلو بدينا نطب الموضوع ثاني انه هو هذا الامينو اسيد ايش وقت يكون السي او اتش مالته بي اتش، وايش وقت تفقد الاتش، ايش وقت الان اتش الامينو جروب بيها يصير ان اتش 3 وتكون بوزيتيف، وايش وقت يصير ان اتش 2 وتكون نيوترال يعني متعادله. فايش يقول؟ يقول الفا كاربوكسيل اند الفا امينو جروب ان ذا امينو اسيد ار كيبل اوف ايونايزنج، ما عندنا بيها مشكله، از ار ذا اسيديك اند بيسك ار جروب اوف ذا امينو. مو فقط لان الرئيسيات الالفا، حتى اذا كان بي سايد شين وبيها كاربوكسيل او امين ممكن تتعين. حلو هذا فيسيولوجيكال بي اتش اللي هو 7.4 الكاربوكسيل جروب ايش بيها تكون ان بروتينيتد سي او او ماينس اند ذا امينو جروب ويل بي بروتينيتد ان اتش 3 بوزيتيف. از ا جنرال رول ذا امينو تيرمينال هاز ا بي كي اي 9.8 اند ذا كاربوكسيل تيرمينال از ات بي كي اي 2.3. هنا ايش يقول؟ زين حتى نسوي نسهل الدراسه، مو كل بروتين يعني من وحده يتعين، مثلا هذا يتعين بكذا هذا يتعين، اتفقنا على ارقام. ايش قلنا؟ قلنا يابا البي اتش اللي جوا 2.3 خلي نقول، مو هي امور يعني شويه معقده وتدخل بيها انه هي مو كلها راح تتعين سوا، مو كلها اكو بيها راح يصير هيك اكو بيها راح يصير هيك، بس انا حتى يعني شلون انطي لك بصوره مثلا مختصر. جوا البي اتش يعني بلو البي اتش مال 2.3 الكاربوكسيل جروب هاي والامين جروب تكون متأينات العفو يعني مو متأينات عفوا راحت كاربوكسيل جروب تكون بروتينيتد بيها اتش هي والان اتش 3. زين جوا منو؟ جوا البي اتش اللي هو 2.3 هاي اغلبيه هي عصره ما راح تفقد الاتش مالتها. ليش؟ لان البي اتش كلش قليل، بس هذا الكربوكسيل جروب احنا نعرف الكربوكسيل جروب يتعين ذا البي اتش شويه صعدنا على الكلام، بس هذه الاغلبيه جوا البي اتش مال 2.3 اغلبيه هيك سي او اتش 3. من تدب تصعد فوق ال 2.3 لا الاغلبيه مال سي او اتش عفوا تكون سي او او ماينس. حلو فاخذنا هذا الرقم للسهوله يعني مع دراسته. زين وبعد يقول لك من تبدي توصل للبي اتش 9 بوينت هذا الكلين كلش راح من تعبر هذا البي اتش الاغلبيه مال ان اتش 3 الموجبه لا راح تنقلب شو تصير ان اتش 2 يعني تفقد مالتها. حلو للان ان شاء الله تكون واضحه الاغلبيه او من احنا من راح نرسم ما راح نقول اغلبيه وكذا لا راح نرسم فوق هذا البي اتش ان اتش 2 وبنص هذا البي اتش يعني فوق 2.3 راح نرسم سي او او ماينس. انا ليش اقول لك ايش حل مود يعني حتى تكون الامر يعني علمي اكثر. زين اكو نقطه تساوى بيها عدد السي او او ماينس يعني احنا قلنا اغلبيه والان اتش موجب بحيث تسوي لي المولكيول هاي ان اتش 3 موجب يعني مثلا هنا عندي مثلا كل السي او او بالمحلول تكون هيجي وكل الان اتش 3 بالمحلول تكون هيجي، بعد ايش تسوي لي؟ تسوي لي المولكيول يعني مش اسمه يعني تكون النت شارج مالته صفر يعني لا يروح هيك ولا يروح هيك متعادل بالشحنات مالته متعادل. فش يقول when the net charge on the amino acid or the protein is zero the pH will be equivalent لمن؟ قلت لك هذا مصطلح الايزو الكتريك بوينت او الايزو الكتريك pH اللي هو ال pi. قلت لك هاي تساوى هاي تساوى بحيث المولكيول يكون نت شارج مالته الشحنة النهائية هي صفر، لا موجب لا من جماعة الموجب ولا من جماعة النيجاتيف. شلون نحسب هاي الايزو الكتريك بوينت؟ وهذا جاي سؤال يعني مو يعني جاي سؤال عفوا اذا يجيك من امتحان كالكوليت ذا ايزو الكتريك بوينت او الايزو الكتريك او هي يسموها ايزو الكتريك بوينت وشلون اسرح اوضحك شلون نجاوب عليه. فهنا يقول القانون مالت الايزو الكتريك بوينت تساوي لنا البي كي اي 1 اللي قلت لك هذا 2.3 و 9.8 تحفظهم، ال 2.3 وراها راح تبدي سي او اتش تصير سي او او ماينس
و9.8 راح تبدي ال NH3 وراها تصير NH2. زائدا هذا نقص يعني هنا 2.3 زائدا مثلا 9.8 على 2. زين هنا راح تقول لي خسر اخو كل الامينو اسيد راح يصير واحده، لا اكو راح يصير شنو عفوا اكو سايد تشين. من راح يصير سايد تشين؟ هاي هم نريد لها بي كي اي وبحثها. زين هاي البي كي اي مالتها مثلا الاسبارتيك اسيد مو قلنا بالاخير بي سي او اتش؟ زين هاي شو كنت راح تتعين خو مو مثل الاولى؟ لا هم راح نخلي لها بي كي اي. زين هنا شو راح نحسب الايزوليكتريك بوينت؟ جايك واحده فشي يقول هذا التيبل بلو يعني ميك بروتين. فأرد أوضح لك شوف هسه مثال عليها الار جين كل واحدة هي لها هاي مو حفظ طبعا بس للطلع كل واحدة لها وش اسمه هذا بس احنا قلنا للسهولة قلنا 2.3 ما سي او اتش الفا يسموها. زين والالفا هم كل واحدة لها شكل بس احنا للسهولة قلنا 9.8. زين هذا شوف للسايد تشين يعني اذا نريد نجي على الاسبارتيك اسيد هذا شوف شنو مات السايد تشين ايش وقت الاسبارتيك اسيد بال 3.9 تبدي شنو هاي سي او اتش تبدي تصير سي او او ماينس. زين هنا شلون راح نحسب يعني معقول ناخذ 3 ال 2.3 لا جايك ناخذ بس 2 بس يا هي من 2 انا جايك. زين الزويتر ايونيك بروبرتيز تقريبا راح نعيد الحكي. الزويتر ايونيك مولكيول وذ فانكشنال جروب وذ ات ليست 1 بوزيتيف اند 1 نيجاتيف تشارج جيد. The net charge on the entire molecule is zero. Amino acids are best known example of the Zwitter ion. They contain an amino group, a basic and a carboxylic group, which is acidic. The NH2 group is a stronger base, and so it pick up hydrogen in the COOH group to leave a Zwitter ion. يعني حاصل إنه لأن هو أصلاً pH راح يكون acidic فال NH2 راح تأخذ H. الحاصل يعني the neutral Zwitter ion is usual the form of amino acid that exist in the solution اللي تكون نيوترال يعني لا هو سالب ولا هو موجب. زين الانفوتيريك بروبرتي احنا نعرف الماء هو انفوتيري. انفوتيري يعني شيء يشتغل اسيد وبيس طبعا هو الامينو اسيد الام بي كاربوكسيل اسيد الام بي امينو جروب فهي ممكن يشتغل. فيقول لك امينو اسيد ار انفوتيريك ان نيتشر سو ذي كان اكت از اسيد اند بيسز ديو تو ذا تو امين اند كاربوكسيل جروب بريزنت. هذا نفس الحكي شنو الايزوليكتريك بوينت شنو كذا اس كولد زويتر ايون الكتريكلي نيوترال. هذا الزويتر ايون شوف قلت لك هذا ماينس وهذا موجب فالنت تشارج ايش تكون النت تشارج تكون تساوي لنا صفر. هذا مثال عليه هذا بالتايتريشن مالتي يعني شوف يقول لك هذا البي اتش مالتي وهذا كل ما اضيف او اتش يقول من اضيف او اتش اضيف او اتش اوصل البي اتش شنو 2.3 هنا ايش راح تبدي راح تبدي يصير ايونايزيشن اصعد 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 عوف هسه هذا الايزوليكتريك بوينت اصعد اوصل 9.8 لان اتش 3 راح يصير ان اتش 2 بين هذا وهذا بين هذا وهذا اكو الايزوليكتريك بوينت اللي هي عدد السي او او الماينس يساوي عدد الان اتش 3 بوزيتيف فيصير المولكيول هو شي يكون تكون وبهذا البي اتش كل المولكيول تحمل COO- و NH3 موجب بحيث يعني الشحنة تصير كلها صفر مع الأمينو أسيد بالسوليوشن. جيد زين من تريد تبدي تحل السؤال هسه بس خل أتخطى هذه الاستعداد وأظن هم حاسبين هذا الشيء من يضيف OH وكذا بالهندرسون هازل بالك أو الهازل باتش الهازل بالك مو هازل باك إكويجن اللي هو ال pH تساوي ال pKa زائد اللوج البيس على الأسيد. حلو بس ما عمال استخدام إنه مثلاً هنا يقول free amino acid with R group مثال على الهستيدين هسه جين أبو الهستيدين راح يختلف. شلون راح يصير أبو الهستيدين هسه راح أحكيلك. إذا عدنا بالسايد تشين مو فقط ال COOH مال الألفا كربون ولا ال NH3 مالته. إذا عدنا بعدنا إحنا قلنا أكو positive charge amino acid وكو negative charge. زين مثال عليها الهستيدين هستيدين قلنا النيتروجين هنا نشبيها شو تصير تتأين. زين فهنا صارت عندي مشكلة انه هنا أنا اول شيء هذا النت تشارج مالته واحد بوزيتيف اثنين بوزيتيف فصار اثنين بوزيتيف او بوزيتيف اثنين. زين صعدنا البي اتش مالته زين وصلنا البي كي اي هاي فقدت فصار سالب. زين اثنين موجب واحد سالب صارت النت تشارج مالته موجب واحد. زين صعدنا البي اتش يعني البي اتش معين شوف هاي النيتروجين شبيها فقدت. زين
هاي فقدت، فصار عندي هسه موجب واحد وسالب واحد، النت شارج صفر. حلو، انتبه لي وين من وصلنا البي اتش اللي فقدت بيها منو مال الاميدازول، لان مالتها الاتش مالتها فقدت. زين، خنصعد بعد البي اتش، صعدنا البي اتش هاي فقدت، فصارت النت شارج يعني متعادل بمتعادل بسالب، فصار سالب واحد. زين، من تريد تحسب الايزو الكتريك بوينت، احنا ايش قلنا؟ قلنا فوق ناخذ البي كي اي 2 اللي العادي يعني ما بي سايد تشين بها مجموعه امين او مجموعه كاربوكسيل، ونجمعهن اللي هي 2.3 و9.8 ونقسمها على 2. بس هنا كم بي كي اي صار عندي؟ صار عندي 3، واحد للكاربوكسيل الاستماتي، واحد للهاي نيتروجين بالاميدازول، وواحد الهاي نيتروجين. زين، صار عندي 3، هنا شنو اخذ؟ 3 ونقسم على 2؟ لا، هنا ايش راح تسوي؟ راح تاخذ البي كي اي والبي كي اي اللي بنصها تكون صفر، النت تشارج صفر، وتقسمها على 2. وهذا مخصوص، يعني مثلا بالاسيد، اذا بالاسيد لا مثلا تصير كذا ليور الى اخره، اللي بها سايد تشين يكون بها اسيد. بس الحاصل من تبدي ترسم وتصير عندك، وهذا هي العفو، هذا هو الدكتوره تنطيك، تقول لك ات بي اتش مثلا 9.8 راح يصير لل السايد تشين، راح تبدي تتأين مثلا او تفقد مالتها البروتون. هي احنا نعرف من هي، احنا نعرف لان تحافظ الاستكشرات مالتها وتعرف هي راح تتأين، فاللي هي هاي راح تفقد شنو مالتها؟ الاتش الموجب، وتصير متعادله. لان هاي دكتور هي تعطيك خوته، مو تحفظ مال كل واحد. ان شاء الله اكون وضحت الفكره. طبعا الفكره واضحه، انه بس تاخذ هذا البي كي اي وهذا البي كي اي اللي بنصهم شي يكون النت شارج زيرو، لانه انا اصلا قاعد ابحث عن الايزوريكتريك بوينت. حلو، وهذا هم توضيح. شوف، قلنا جوا 2.4 اثنيناتهم بيهن هذا اتش وهذا اتش، نصعد شوي 2.3 يعني، لان هو ما اخذها 2.3 احنا اخذناها، قلنا نحفظها 2.3 9.8، صعدنا فوق 2.3 فقدت هذه، صعدنا فوق 9.8 فقدت هذه الاتش مالتها. زين، اذا اجاك مثلا سؤال او كذا اللي يقول لك كالكوليت الايزو الكتريك بوينت مثلا اوف الالانين، مثال عليها هذا الالانين مالتنا، تبدي ترسمه هيك، وش تقول يا مثلا صعدنا هاي يعني هاي انا مثلا هاي انا هيك مسويها، اذا تقول بي كي اي تقول 2.3 البي اتش يعني الى اخره، بس يعني نضيف او اتش حتى نسوي المحلول القاعد يعني. فهذا بالمحلول اللي جوه 2.3 قلت لك اثنيناتهم موجودات، صعدنا فوق 2.3 صار هاي فقدت، ايون هذا النت شارج مالته كان موجب واحد، هذا النت شارج هذا كله ترسمه بالامتحان اذا ما اجت ام سي كيو، هذا صار صفر. صعدنا بالاو اتش، صعدنا فوق 9.8 هذا صار سالب وهذا صار متعادل، فصار النت شارج مالتي سالب واحد. تبدي شلون تحسب الايزوريكتريك بوينت اللي هو البي كي اي 1 بي كي اي 1 زائد البي كي اي 2 على 2، راح تصير 2.3 زائد 9.8 على 2، وبالتالي يطلع لك 6.5. هذا للما بي سايد تشين يعني للعادي. زين، ان شاء الله تكون واضحه. بس تبدي ترسم هيجي وتحط جوا النت شارت صفر، ومن تشوف النت شارت صفر هو تاخذ البي كي اي بي كي اي تجمعهن وتقسمهن على 2. اذا اجاك لا، طبعا هاي الصوره ما اخذها يعني الامانه حتى تكون يعني مصدر اسمه لينينجر او هيتشي او لينينجر، فحتى اوضح لك انه اذا لا اجاك واحد بي سايد تشين وتكون احنا اخذنا البيسك سايد تشين مثل الهستيدين، اذا اجى بي اسيد مثلا، يعني هسه هذا الاسبارتيك اسيد او الجلوتاميك اسيد، لا هذا الجلوتاميك اسيد. زين، هذا الجلوتاميك اسيد انه شلون نحسب الايزو الكتريك بوينت مالت؟ اول شيء عندنا احنا ثلاث مجاميع فانكشن جروب، هاي الفانكشن جروب وهاي الفانكشن جروب وهاي الفانكشن جروب. بالبي اتش مالت جوا البي كي اي 1 اللي هو الجو 2.3 اللي نشوفها راح تبدي تفقد كلهن، هذا النت شارج مالتها موجب واحد. زين، صعدنا بالبي كي اي فقدت هذا، طبعا هي تنطيلك بس هذا تعرف انه 2.3 يعني شنو هاي الكربون. هنا انا مثلا خلينا نقول مثال عليه 4، أربعة بعدنا حامض، فهنا هنا قبل لا أوصل، زين 4 حامض بعده، زين صارت هاي فقدت، هذا CO فقدت، خلينا نقول مثلا الـ pH مالته 4،
ساعدنا بالبي اتش 9.8 بدت هاي تفقد مالتها الاتش زين حتى تشوف زين هذا من وصلنا 2.3 بس هاي فقدت وهذا متعادل وهذا موجب النتشارج عندي صفر حلو ايش قلت لك انا من تكون صفر تاخذ هذا البي اتش وهذا البي اتش زين هنا ايش قصر النتشارج سالبات 2.1 موجب فصار سالب 1 هنا سالبات 2.1 متعادل فصار سالب 2 فانت ايش تسوي شفت هذا ما صفر وانا اصلا اريد تكون النتشارج صفر فاخذ البي كي هذا مالته مثال عليها 4 هي الدكتور تنطي لك وهذا 2.3 تجمعهم وتقسمها على 2 تطلع لك الايزوليكتريك بوينت ان شاء الله اكون وضحتها يعني بصوره يعني واضحه واذا اكو اشكاليات او كذا بها بس ان شاء الله واضحه فنشوف شلون نسوي هذا هم مثال ماخذ نفس الشيء بالضبط ونفس الكلام مالتنا هذا هم نفس التايتريشن بس هنا قايل لك ضايف لك ليش هذا بيش اسمه بي هنا ما بيستك نفس اصلا نفس الكرب مالتنا قلت لك من نبدا نصعد الاو اتش هذا اللي predominant below the BKA هذا هم نفس التوضيح يقول لك إذا صعدنا كذا وهذا كل واحد خاص وحنا نأخذ 2.3 قلنا نفس الكلام هم هذا اللي هو مال الهستيدين وضحتها لك فوق هذا الأسبارتيك أسيد نعم هذا الأسبارتيك أسيد فهنا هم كذلك قلت لك بالأسيديك ميديوم اثنينات مال الأتشات موجودة بهاي الفانكشنال جروب هاي كاربوكسيل جروب هاي كاربوكسيل جروب وهذا هم موجود فهنا التشارج راح يصير موجب واحد ساعدنا شوية بالبي كي اي اللي هو الاثنين مثلا بوينت ثلاثة شلون عرفت 2.3 هاي فقدت هاي تفقد ب 2.3 فصار عندي هنا التشارج صار نيوترال اللي هو صفر يعني التشارج مالتي ساعدنا شوية صارت 2 سالب 1 موجب فصار سالب 1 ساعدنا بعد شوية صار شنو صار عندي 2 سالب فالنت شارج سالب 2 اذا بدنا نحسب الايزو الكتريك بوينت نشوف وين صار صفر هنا صار صفر ناخذ هذا البي كي اي ناخذ هذا البي كي اي و نجمعهن ونقسمهن على 2 شوف هذا يوضح لك يعني نفس الحكي اللي عشينا يقول add the ايزو الكتريك بوينت the net charge on the molecule is zero identify species that carry a net charge zero يعني net أو net charge of zero مثلاً identify the species on either side of a neutral form zero charge take the average نفس الحكي بالضبط زين هذا السلايد هنا أنا قايل لك ما أخذت 3 بس هي الدكتورة امشي على 2 مولانا امشي على 2 أفضل وهذا بالنسبة للجزء الأول من المزمع إن شاء الله تكون واضحة